أنا الدكتور هاشم طبيب بيطري، وهذا صديقي اللي يحب النوم تيمور. يزعل ترى إذا كل أقول يحب النوم، يحب الأكل بعد. هل القطط تميل أكثر للنساء ولا تميل أكثر للرجال؟ الدراسات تقول تميل أكثر للنساء، يعني مو معناته ما تحب الرجال، بس شنو السبب اللي يخليها عيلة تحب النساء أكثر؟ السبب الأول إن النساء تستجيب لطلبات القطط أسرع، لأن القطط عندها طبقات صوتية تساعدها على تقليد صوت الطفل الرضيع، وبالتالي غريزة الأمومة عند النساء تتحرك فتخليها تتأثر بطبقة هذا الصوت، فالقطط ترتبط فيها أكثر وأكثر. أيضا النساء تحب أن تتحدث مع القطط أكثر وأكثر، وتتفاعل معاهم وتلعب معاهم وتقضي أكثر الأوقات وياهم، وبالتالي راح تبني علاقة وثيقة بينها وبينهم. وأيضا القطط لما يربونها من الصغر النساء تتعود على أصواتهم الناعمة، لما تسمع أول مرة صوت الرجال تخاف، لما يربونها الرجال من هي صغيرة وتسمع أول مرة أصوات النساء ما تخاف، بالعكس ممكن تروح لهم تطلب منهم الملاطفة. الخلاصة هي انك كل ما قضيت اكثر وقت مع القطط، لعبت معاهم، تفاعلت وياهم، لبيت لهم كل احتياجاتهم، راح تحبك بغض النظر عن جنسك، سواء انت كنت رجل او مرأة. صح تيمور؟ يقول صح، يقول صح. شفتوا؟ يقول صح، بس يبي يرقد، يبي يرقد.